بدنا ناس تعمل 9 ما مضى في حدا كلها تصورت. استهدف الطيران الحربي الروسي صباح هذا اليوم سوق لبيع الخضروات والفاكهة في مدينة جسر الشغور كحصيلة أولية 8 شهداء وإصابة أكثر من 30 آخرين. طبعا الحصيلة مرشحة للزيادة بسبب وجود إصابات خطرة في صفوف الجرحى. كما نشاهد الآن هذا المكان هو مكان لبيع الخضروات والأماكن التي يتجهها المزارعون في المنطقة. هون نحن باكين بسوق هالخضره، يعني سوق شحن، سوق هالخضره بيجيب الناس خضره ورزق على هون، بنحمل بالسيارات الانتر وغيره، بنشحن لغير المحافظات وباكين بامان الله. ما حسينا الا رجمنا بهالصواريخ هذا المجرم النظام، صار اصابات كثير وجرحى كثير، حسبي الله ونعم الوكيل، وراح شهداء كمان الله يرحمهم، سعد الله بالمشافي. هذا اللي صار، وضع العالم شيء سيء، شيء لا يوصف. قد ما عبرت لك عن الوضع اللي كان، شيء ما يوصف. ناس مسدود من الارض من هون، وناس من هون، كل مسيت عايش يلوني. بدنا ناس تحمل 9 ما مضى في حدا، كلها تصورت. والمشفى ما عاد كمان تلحق ولا عاد تشيل المصابين وجرحى. اليوم في تمام الساعة 10 صباحا تم استهداف مدينة جسر الشغور بغارة من قبل الطيران الحربي الروسي، واستهداف السوق الرئيسي لبيع الخضار والفواكه في المدينة. نتج عن هذا الاستهداف 9 شهداء وأكثر من 30 إصابة. إلى حد هذه اللحظة العدد قابل للازدياد في ظل وجود بعض الحالات الحرجة التي تم نقلها من المكان الذي تم استهدافه إلى المشافي في محيط مدينة جسر الشغور. بالأمس كان أيضا استهداف المدينة بثلاث قذائف صاروخية لم تنتج عنها إصابات بل أدت إلى أضرار مادية. هنالك تصعيد خلال اليومين الماضيين على المنطقة بشكل عام من قبل الطيران الحربي الروسي أو من قبل المدفعية النظام، لذلك هنالك حالة من الذعر والخوف من قبل المدنيين جراء هذا التصعيد، وأيضا خصوصا اليوم مع وجود شهداء وجرحى.